بدنا 2 كوب حليب خالي الدسم، 4 ملاعق نشا، 2 ملعقة عسل بديل للسكر، ملعقة ماء ورد وملعقة ماء زهر، وبدنا فستق حلبي للتزيين. اوكي يا رن، حطوا العسل عشان يدوب. اوكي. العسل مش بس للتزيين من فوق؟ لا، العسل رح يكون جويتها. تمام. بس ليعطيها الحلاوة بدل السكر. كم معلقة عسل تقريبا؟ تنتين كبار. هلا حبيبتي احنا دوبنا النشا بالحليب عشان بصيرش ننزل النشا على الحليب من غير ما ندوبه بكبتل. اوكي بكبتل منيح رندا ولا في بكبتل ثانيه؟ هلا عندنا هون، وخلي امل، لازم امل تعمل المهلبيه هاي زاكي. بلشت تمسك، بس بدي يلاحظوا المشاهدين انها مستحيل تمسك زي الحليب الكامل الدسم. صح. أوكي. فكره لانه فما بنقدر نعمل منها مثلا نسكبها بكيك، نسكبها بشيء بده يفرط. صح. تمام. بنقدر نسكبها بس بصحن يحتويها، ضل شوي مرقه. اذا ضلت شوي مرقه جمد كثير زي كامل. بدنا نحطها بصحون بكاسات ببايركس. بس ما بنقدر مثلا وانا نحطها فوق بالتشيز كيك، شيء بقالب تشيز كيك كذا، ما بتمسك. زي شاف، لو استخدمنا، شاف ايمان، لو استخدمنا حليب قليل الدسم ممكن يكون افضل. برضه نفس الشيء، بس بصير ماسك اكثر. هي الدهون اللي دهون حبيبتي، يسلموا ايديك. الا اذا بدك تعبناكي النشا ممكن ايمان. نعم. لو كثرتي، اذا كثرتي النشا صفت السعرات الحراريه زايده، فبنرجعنا زي ما كنا، بنرجع بنعمل العادية. تمام. هي حطينا منزينه بفستق حلبي. هلا هون كمان اذا بدهم، واكيد رند بتأيدني، بقدر يحطوا على وجهها فراوله طازه. مش فوره معلبات او شيء. فبتصير هيك تحلاي مناسبه لذيذه وخفيفه. صح.